معنا هاتفيا من لندن متخصص بالشأن الإيراني السيد حسن راضي. مرحبا بك يا سيد حسن. ما الأسباب المباشرة لتفجر الغضب الشعبي في إيران وعودة موجة التظاهرات التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة؟ نعم، هناك عدة أسباب طبعا لهذا التفجر الجديد وخروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن إيرانية وأهمها طهران وشيراز ومشهد وكرمانشاه والمدن الأخرى، إضافة على المدن الأحوازية التي تشهد احتجاجات واسعة يعني ومظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وخاصة قطاع المياه. لذلك هناك الوضع المعيشي، وضع الاقتصاد، وأيضا ارتفاع سعر الدولار، سقوط العملة الإيرانية الريال، وأيضا عدم وجود مياه صالحة للشرب في العديد من المدن الإيرانية، أدت إلى يعني عودة الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية رغم قمعها ورغم مواجهتها بشدة. أنا أعتقد يعني الأمور تزداد سوءا نتيجة أيضا تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني، نتيجة فرض عقوبات أو من المتوقع أن تفرض عقوبات جديدة على طهران. هذه العقوبات يعني الدولية سيد حسن، لا سيما الأمريكية بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، هل ستفاقم الوضع الاقتصادي وتعمل على ازدياد الغضب الشعبي في الداخل؟ بطبيعة الحال هي الأمور تتجه يعني بهذه الاتجاه. يعني أول نتائج يعني انسحاب الولايات المتحدة من الأمريكية هو سقوط العملة الإيرانية وارتفاع الدولار إلى مراحل غير مسبوقة في تاريخ إيران يعني كله. لذلك أيضا يعني ارتفاع سعر البضاعات الإيرانية وفي الداخل، أيضا تدهور الوضع الاستيراد والتصدير الإيراني، بالتأكيد هو يعني انسحاب أو خروج الشركات الأوروبية والأجنبية من إيران، كل هذا أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي. يعني ناهيك عن أنه الوضع الاقتصادي كان ليس في حالة جيدة نتيجة لعدة أسباب وليس فقط العقوبات وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هناك سيطرة الحرس الثوري الإيراني وعدم مهنية هذه المؤسسة في المجالات الاقتصادية وغير ذلك، إضافة على الفساد. كل هذه الأمور أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي، و انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد زاد ذاك الوضع سوءا. هل ترجح سيد حسن أن يصغي النظام لمعاناة شعبه الاقتصادية ويعمد إلى إجراءات تخفف عن كاهله؟ يعني الأمر هو ليس بيد النظام، أنا أعتقد الوضع خارج سيطرة النظام. النظام يعني فشل في حلحلة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يعني هناك تدهور الوضع ليس على المستوى الاقتصادي، هناك يعني أزمة مياه حادة في إيران، كثير من المدن تعاني من وجود مياه صالحة للشرب. هناك يعني موضوع البيئة والتراب يعني والأزمات السياسية، الاعتقالات، بالجملة انتهاكات حقوق الإنسان. يعني أعتقد أنه إيران يعني لا يستطيع حل هذه المشاكل، وإذا استطاع هو يعني فيقوم بذلك ليس حبا بالناس والمواطنين، بل خوفا من السقوط والانهيار الحتمي الذي بدأ العديد من المسؤولين يحذر منه. لذلك أنا أعتقد النظام الإيراني أولا غير قابل للإصلاح، وهو من جهة أخرى هو فشل في العديد من يعني السياسات وتعديل الوضع الاقتصادي والمعيشي والسياسي. نعم، يعني مع تعنت النظام ومواصلة سياساته الحالية وازدياد الغضب الشعبي كما نرى، كيف ترى وتستشرف الأمور في المستقبل؟ كيف ستتطور برأيك؟ يعني نظر الخبراء والمتابعين للشأن الإيراني من جهة، وأيضا حتى نظرا لمراكز الدراسات التابعة للنظام الإيراني وحتى المسؤولين الإيرانيين يعني يحذرون بشكل كبير من انهيار النظام الإيراني، والأمور ربما ستكون إلى أبعد من انهيار النظام، حتى انهيار البلد بالكامل وكل مؤسساته. لذلك الأمور يعني والمؤشرات تشير إلى أنه الأمور تزداد سوءا، الاحتجاجات تتوسع، انكسر حاجز الخوف، والمطالب يعني الشعبية بدأت أيضا تتوسع وسقفها يرتفع بشكل كبير، والنظام الإيراني رغم القمع رغم المضايقات لا يستطيع
وقف تلك الاحتجاجات. الامور نعم. تزداد سوءا والنظام الايراني اذا لا يقوم ب يعني بعمليات سريعه جدا يعني نعم. ومنها ربما يعني الاطاحه بالرئيس الايراني وتشكيل طيب. يعني حكومه اخرى لتدارك الوضع، والا الامور بدات تتجه بنحو الاسوء بشكل سريع وسريع جدا. شكرا لك من لندن متخصص في الشان الايراني سيد حسن راضي.